اللي قدموا من المملكه العربيه السعوديه على دراجه الى موسكو، صحيح. دراجه هوائيه. اول شيء اهلا وسهلا فيك وعرفنا عليك. يا مرحبا، معكم الرحاله السعودي فهد اليحيى مع الاكزود. رحلتي من الرياض الى موسكو لدعم ومؤازره. عرفنا عارف بشكل عام ايش اللي صار وكيف جات الفكره هذه ومتى وصلت ومتى بديت؟ اوكي، الفكره هذه اصلا من 20 سنه وهي تراودني من عام 98 اني ادعم وازم منتخب بلادي. ما تمكنت 98 كنت صغير، 2002 ما تمكنت، 2006 ما تمكنت، 2010 و2014 ما تاهل المنتخب، 2018 الحمد لله انتوحت لي فرصه بدعم من هيئه عمل الرياضه مع المستشار تركي الشيخ، دعم كبير جدا، تسهيل كل الاجراءات اللي نحتاجها. الفكره اني اطلع من الرياض الى موسكو حاملا عن المملكه العربيه السعوديه رايه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله، استلمتها من صاحب السمو الملك الامير فيصل بن بدر بن العزيز امير منطقه الرياض، وسلمتها الى سفير خادم الحرمين الشريفين في موسكو لدعم الابطال المشاركين في المونديال. بدي توضح انت للمشاهدين ايش الطريقه، دراجه هوائيه كيف؟ الطريقه على دراجه هوائيه، يوميا نمشي 100 كيلو، قطعنا 5145 كيلو في 75 يوم عن طريق، طلعنا من الرياض على القصيم على المدينه على ينبع على ضباء، اخذنا عباره على ميناء اسكندرون لان ما نقدر نخش سوريا ولا العراق، من ميناء اسكندرون طلعنا لين شمال تركيا طرابزون، بعدين جورجيا، بعدين دخلنا سوتشي روسيا، ومن سوتشي الى موسكو 1950 هي اطول مسافه واجهتنا. مده الرحله 75 يوم؟ صحيح 75 يوم، مسافه 5145 كيلو، يوميا نمشي 100 كيلو. كيف كانت رده الفعل؟ يوم وصلت روسيا كانت ردة فعل مجنونة جدا صراحة، الروس استقبل الخبر استقبال كبير جدا، يعني اعتبروه حدث سيخلد في تاريخ مونديال 2018 في روسيا، وذكروه في قنواتهم روسيا اليوم وكثير من القنوات. قلت اكيد هذا امر ايجابي وتشكر عليه، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، هذا اكبر شرف لي وفخر اني احمل عام المملكه العربيه السعوديه واني اوازن منتخب بلادي، وهذا اكبر